السلام عليكم أحبائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا كلكم بصحة جيدة. موضوع اليوم إن شاء الله سيكون حول نص فهم المنطق، وعنوانه بلادنا الجميلة. هيا لنبدأ على بركة الله. استمعوا جيدا وركزوا حتى تتمكنوا من الإجابة عن الأسئلة. إذن كما قلت، عنوانه بلادنا الجميلة. إذن بمناسبة عيد الشجرة ارتدى التلاميذ ثيابا بألوان العلم الثلاثة. رفع أحمد ذراعه إلى الأعلى وقال: أنا الجزائر، بحري جميل وأشجاري عالية. هدى: أنا الجزائر، صحرائي واسعة وجبالي شامخة شاهقة. فاطمة: أنا بنت الجزائر، فلنحافظ عليها نظيفة جميلة، نغرس الأشجار، نزين المحيط، ونبعد الأذى عن الطريق. التلاميذ: يا ربنا احفظها من كل مكروه. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. أعيد مرة أخرى: بمناسبة عيد الشجرة التلاميذ ثيابا بألوان العلم الثلاثة. رفع أحمد ذراعه إلى الأعلى وقال: أنا الجزائر، بحري جميل وأشجاري عالية. هدى: أنا الجزائر، صحرائي واسعة وجبالي شامخة شاهقة. فاطمة: أنا بنت الجزائر، فلنحافظ عليها نظيفة جميلة، نغرس الأشجار، ونزين المحيط، ونبعد الأذى عن الطريق. التلاميذ: يا ربنا احفظها من كل مكروه. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. ننتقل الآن أحبائي لطرح الأسئلة. السؤال الأول: ماذا ارتدى التلاميذ بمناسبة عيد الشجرة؟ ارتدى التلاميذ ثيابا بألوان العلم الوطني. ما معنى ارتدى؟ ارتدى معناها لبس. السؤال الثاني: ما هي ألوان العلم الوطني؟ ألوان علمنا الوطني هي الأبيض، الأحمر، والأخضر. السؤال الثالث: أين صعد أحمد؟ صعد أحمد على المصطبة. السؤال الرابع: ماذا قال أحمد عندما صعد على المصطبة؟ قال أحمد: أنا الجزائر، بحري جميل وأشجاري عالية. وماذا قالت هدى أحبائي؟ قالت هدى: أنا الجزائر، صحرائي واسعة، جبالي شامخة شاهقة. وماذا قالت فاطمة؟ قالت فاطمة: أنا بنت الجزائر، فلنحافظ على بلادنا نظيفة جميلة. ما هو الدعاء الذي ردده التلاميذ للجزائر؟ الدعاء الذي ردده التلاميذ هو: يا ربنا احفظها من كل مكروه، وهم يقصدون طبعا الجزائر. الآن لنستعمل الصيغة يمين ويسار. هيا أحبائي انظروا إلى أحمد وأخته الصغيرة خديجة.
أين تقف خديجة؟ تقف خديجة على يمين أحمد. وأين يقف أحمد؟ يقف أحمد على يسار خديجة. أحسنت. يلا لنعطي أمثلة. من يجلس على يمين عبد الله؟ يجلس على يمين عبد الله سيلة، وعلى يساره أكرم. أحسنتم. الآن من يجلس على يمين بزرينة؟ يجلس على يمينه عبد الحميد، وعلى يساره أنس. أحسنتم أحبائي. لنتوقف الآن وألتقي بكم في الفيديو المقبل. دمتم بخير.